نعت كتائب القسام قادة حزب الله الذين قتلوا في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس. وجاء في بيان القسام ننع القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل الحاج عبد القادر ومعاونه القائد أحمد وهبة الحاج أبو حسين سمير. ونددت كتائب القسام بمجزرتي الثلاثاء والأربعاء اللتين نفذهما الاحتلال في لبنان وأدت إلى عشرات الشهداء وآلاف الجرحى. أشار بيان القسام إلى أن الكتائب تذكر للشهيد الحاج عبد القادر دوره المهم الذي اطلع به من أجل فلسطين والخدمات الجليلة التي قدمها لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، علاوة على إشرافه على خطة تحرير الجليل، أول مشروع عربي يهدف لتحرير جزء من أرض فلسطين وفق نص البيان. للتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت السيد أحمد عبد الهادي ممثل حركة حماس في لبنان. سيد أحمد أحييك، ويعني في ضوء ما جاء في بيان كتائب القسام أريد أن أستمع منك أكثر الحقيقة، أنت ممثل الحركة في لبنان، عن فكرة الدور الذي قام به السيد إبراهيم عقيل والذي قتل بالأمس في غارة على الضاحية الجنوبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما الدور الذي قام به أو من قتل معه القيادي أيضا في الحزب أحمد؟ ما الدور الذي قام به تجاه القضية الفلسطينية كما جاء في بيانكم وتجاه المقاومة الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، نحن في حركة حماس أدنى وندين ونستنكر هذه المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في لبنان من خلال استهدافه لعدد كبير جدا من المدنيين، سواء في عمليات تفجير أجهزة الإيجارات أو اللاسلكي أو في القصف لمبان مدنية وإن كان فيها عدد من قيادات حزب الله. ثم الرحمة للشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، كما نسأله أن يرحم جميع شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين. في الحقيقة الذي يعرف هذا الدور لهذا القائد الكبير الشهيد ومعاونه وأيضا معاونيه الذين قضوا معه وهم الإخوة المعنيون في كتائب القسام، ولذلك الذي بيّنه الأخ أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام يوضح هذا الدور الذي قام به هذا القائد الشهيد رحمه الله، وهو دور استراتيجي في دعم المقاومة الفلسطينية من جهة، وأيضا في العمل المقاوم انطلاقا من لبنان باتجاه دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. وهذا الدور ليس غريبا على قيادات حزب الله العسكرية، وإنما هو نهج لحزب الله كمقاومة داعمة لفلسطين وللقضية الفلسطينية تاريخيا، وأيضا في إطار إسناد المقاومة الفلسطينية وغزة والضفة الغربية في ظل معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 11 شهرا. طيب، بخبرتكم الكبيرة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، في اعتقادكم العمليات الأخيرة على ماذا تؤشر؟ يعني هل فعلا الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يعني حرب شاملة مع حزب الله مع لبنان بشكل عام أم لا؟ هناك حقيقة عدة دلالات لهذا العدوان المتصاعد والذي تجاوز قواعد الاشتباك مؤخرا. أولا، هو فشلا ذريعا بعد 11 شهرا من مواجهة المقاومة الفلسطينية، حيث لم يستطع أن يحقق أي من الأهداف التي رفعتها القيادة السياسية والعسكرية، وأيضا لم يستطع أن ينجز شيئا بالرغم من دخوله إلى كل قطاع غزة خلال 11 شهرا، ولذلك سقطت هيبته وكسر ردعه وتكسرت أيضا صورة هذا الجيش الذي كان يقال عنه الجيش الذي لا يقهر. يحاول أن يعوض في الشمال من خلال ارتكاب المجازر كما يفعل الآن في غزة من خلال ارتكاب المجازر عبر التفوق في سلاح الجو وفي البعد التقني. المسألة الأخرى، العدو الصهيوني ابتداء وبما أن هناك فيتو أميريكي من أن يوسع الحرب مع لبنان أو في المنطقة على الأقل حتى هذه اللحظة لاعتبارات لها علاقة بالمصالح الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة، وخصوصا في ظل استحقاق الانتخابات الأمريكية. في ظل هذا الفيتو، العدو الصهيوني يسعى من خلال توسيع دائرة عدوانه
في لبنان وتجاوزه للخطوط الحمر ولقواعد الاشتباك أن يضغط على قيادة حزب الله من أجل أن توافق على الاتفاق الذي سوق له أكثر من مرة المندوبون الأمريكيون وبالذات المبعوث الأمريكي هوكشتاين وغيرهم ممن ترسلهم الإدارة الأمريكية إلى لبنان ليتوسطوا مع الدولة اللبنانية بشكل مباشر ومع حزب الله بشكل غير مباشر لإبرام اتفاق ينهي المواجهة ويفصل بين مسار غزة ومسار لبنان وأيضا يؤسس لنشر قوة على الحدود مع فلسطين المحتلة ويعيد المهجرين الصهاينة الذين هجروا من أراضيهم مع بداية إسناد حزب الله للمقاومة الفلسطينية. هذا هو الهدف الأساس. وإذا لم يستجب حزب الله وهذا الذي أكدته قيادة حزب الله وبالذات سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير عندما أكد أنه لن يوقف إسناد غزة حتى يوقف العدو الصهيوني عدوانه على غزة ولن يوافق على أي اتفاق بهذا الخصوص حتى تنتهي الحرب في غزة. إذا لم يستطع العدو ذلك فهو يسعى بالمقابل إلى استدراج حزب الله لمواجهة كبيرة وهذا ما يريده نتنياهو وأراده منذ بداية الحرب منذ بداية معركة طوفان الأقصى. يريد أن يستدرج حزب الله إلى مواجهة كبيرة ظنا منه أنه يمكن أن يحقق نفس الأهداف التي لم يستطع تحقيقها من خلال الدبلوماسية والسياسة. وبالتأكيد هو يظن أنه باستهدافه لحزب الله وبإجرامه من خلال ارتكاب المجازر وتنفيذه لها سواء يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو من خلال استهداف المباني المدنية التي سقطت على أهلها بفعل صواريخ العدو الصهيوني يظن أنه يمكن أن يكسر صورة حزب الله وهيبته أو يقود الردع الذي كان موجودا أو توازن القوة والرعب الذي كان موجودا في الفترة السابقة. وهو لا يعرف أن حزب الله صحيح أنه غير معني بتوسعة الحرب ولكنه لا يمكن أن يقبل بأن يتم الاستمرار في هذه الحالة حالة الاستنزاف أو في إطار الاستمرار في تجاوز الخطوط الحمر وكل السقوف سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو حتى الأخلاقي والإنساني. طيب أنا أعلم أن ممكن هذا النقاش متعلق بحزب الله وأداء حزب الله ما بعد 7 أكتوبر حتى الآن لعل ممكن يكون في شيء من الحرج لحماس بشكل خاص يعني. هي فكرة أن البعض قال أن تأخر حزب الله في أن يعني في دعم حماس في دعم المقاومة في دعم غزة بما هو مطلوب وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي خلال طيلة الشهور الماضية هو ما جرى يعني ما جرأ وأغرى الاحتلال الإسرائيلي بأن يذهب هذا المذهب ويوقع كل هذه الضربات بالحزب. هل هذا التصور صحيح سيد عبد الهادي أم لا؟ في الحقيقة حزب الله ينطلق في إسناده في مواجهته مع هذا الاحتلال ضمن إسناد غزة وفلسطين والمقاومة الفلسطينية ينطلق من حسابات دقيقة واعتبارات مهمة جدا بالنسبة إليه. أولا هو لا يريد أن يخوض في حرب كبيرة مع هذا العدو الصهيوني فهو غير معني بحرف الأنظار والمسار والبوصلة عن غزة وعن فلسطين إذ أن المعركة الأساسية هناك وأن دوره يقتصر على الإسناد بغض النظر عن المستوى لهذا الإسناد والذي تطور تدريجيا ويمكن أن يتطور خلال الفترات القادمة وهو الذي أي حزب الله وقيادته وضعوا خطا أحمرا له علاقة بعدم السماح بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أو على حماس. المسألة الثانية هو لا يريد أن يدخل في معركة كبيرة جدا يريدها نتنياهو لكي يخرج من المأزق الذي وضعته فيه المقاومة الفلسطينية في غزة وأفشلت هذا العدو من أن يحقق أهدافه التي وضعها ووضعته في مأزق استراتيجي لا هو استطاع أن ينسحب إلى الوراء ويتراجع ولا هو قادر باستمراره في العدوان من تحقيق الأهداف سوى أنه يشن الغارات على الأماكن المدنية ويقتل الأبرياء من خلال المجازر وحرب الإبادة والتجويع والحصار والذي لم يستطع أن يحقق شيئا في غزة طيلة كل هذه الأشهر ربطا بالأهداف التي أعلنها لا يمكن أن يحقق في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة. لذلك الاعتبارات التي وضعها حزب الله اعتبارات موضوعية
ولذلك هو لا يذهب بردة فعل نتيجة ارتكاب العدو الصهيوني لمجازر أو لتجاوزه للخطوط الحمر، ولكن في نفس الوقت حزب الله يعرف كيف يرد بشكل نوعي في الوقت المناسب، بحيث أنه يفهم الاحتلال والإدارة الأمريكية من ورائه أنه لا يمكن أن يستمر أي العدو بما يقوم به الآن وبالاستنزاف للساحة اللبنانية وبالمجازر التي يقوم بها في لبنان. لذلك أنا أشرت بأن حزب الله أعتقد أنه سيضع حدا للعدو الصهيوني، بالرغم من أن كل ما قام به العدو الصهيوني لا يشكل أي إنجازات استراتيجية أو حتى عملياتية، وإنما تأتي في إطار إنجازات تكتيكية طابعها إجرامي وعدواني، ليس له علاقة بالمسار الأساسي للحرب ولا بالأهداف الاستراتيجية للعدو التي تتمثل بإرجاع المهجرين أو ضبط الجبهة في الجنوب من خلال شريط عازل أو منطقة عازلة أو غيرها من الأهداف التي وضعها، لم يحقق منها شيئا. لذلك الميزان الاستراتيجي للحرب ما زال بيد المقاومة في لبنان كما هي الحال على مستوى المقاومة الفلسطينية. فكرة الدخول بريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، هل هذا غير متوقع بعدما ما لقيه الاحتلال في شوارع وحارات غزة، أم أنه متوقع وبقوة خلال الأيام القليلة القادمة؟ العدو الصهيوني أنا أكدت بأنه ما يقوم به أحد الخلفيات له هو الفشل الذريع الذي أحل به في قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة الباسلة التي وجهت له ضربات قاسمة وأخرجت جزءا كبيرا من قواته ومن آلياته خارج الخدمة. والآن الجيش الصهيوني كما القيادة السياسية تعيش مأزقا استراتيجيا نتيجة فشل الاحتلال في تحقيق الأهداف من جهة وعدم وجود رؤية أو استراتيجية من خلال إطالة أمد الحرب. لذلك ذهب إلى لبنان لعله ظنا منه أنه يمكن أن يعوض شيئا من خيبة الأمل والصورة والردع، ولكن هذا الذي قام به الآن والتصعيد الحاصل أيضا أحد أوجهه هو محاولة التعويض، ولكن ما حصل هو إجرام، هو عدوان كبير، هو إرهاب، وليس إنجازات استراتيجية لكن أو عملياتية. لكن للحقيقة سيد عبد الهادي، لعل البعض يقول أن ما فقده الاحتلال الإسرائيلي من ردع وصورة الردع في 7 أكتوبر بشكل أو بآخر عوض جانب كبير منه فيما قام به خلال الأيام القليلة الماضية ضد حزب الله. هل هذا صحيح بالمناسبة؟ هذه قراءة سطحية. الردع والصورة والهيبة لها علاقة بتحقيق أهداف في إطار المواجهة الحاصلة بين العدو وبين المقاومة الإسلامية أي حزب الله. أما وأنه لم يقم إلا بمجازر واستهداف للمدنيين، وإن كان قد قتل عددا من قيادات حزب الله وهذا أمر طبيعي في إطار المواجهات كما حصل في غزة، ولكن العبرة لها علاقة بالأهداف، هل حقق الأهداف أم لا؟ هل صمد حزب الله في إسناد غزة ومنع العدو من أن يحقق أهدافه في لبنان من على شاكلة أو من قبيل إرجاع المهجرين كما يعلن قادته دوما، أو من خلال تأمين الحدود مع لبنان من خلال منطقة عازلة، أو من خلال تقويض قدرات حزب الله الاستراتيجية؟ لم يتم تحقيق أي من هذه القضايا، وإنما قام بارتكاب المجازر من خلال ما يتفوق به من طيران كما يفعل بالضبط في قطاع غزة، يفشل في الميدان في مواجهة أبطال المقاومة فيذهب بطائرات F-35 والF-15 والF-16 بإلقاء قنابل 2 طن وأكثر من ذلك على المدنيين على الخيم على العزل، ويعتبر هذا إنجازا. هذا ليس إنجاز، الإنجاز يتم من خلال تحقيق الأهداف التي يرفعها العدو الصهيوني. ما زال حتى الآن يفشل في لبنان، لذلك لم يحقق شيئا من استعادة الردع والهيبة. وبالمناسبة ما زالت المقاومة الفلسطينية تضرب به في قطاع غزة في الأماكن التي يتواجد فيها، سواء في محور فيلادلفيا أو نتسريم، أو عندما يقوم بتنفيذ عملية وفق معلومات استخبارية كما يقول في أي مكان من قطاع غزة، يدخل فيتكبد خسائر فادحة فيخرج، ولم يحقق أي هدف من أهدافه حتى اللحظة.